الصوت ده علامة من علامات رمضان، وده كان أول أذان في رمضان في إذاعة القرآن الكريم. حكايتنا النهاردة عن الشيخ محمد رفعت قيصارة السماء، زي ما لقبه محبوه بسبب عذوبة وجمال صوته وقوته وبصمة صوته اللي مش هتتكرر، وأسلوب الفريد والمميز في تلاوة القرآن اللي كان بيقرأه بتدبر وخشوع، بيخلي اللي يسمعه يعيش معاني القرآن الكريم مش بأذنه بس ولكن بكل جوارحه. فكان بيوصل رسالة القرآن بشكل يمس القلب، وكان بيبدأ بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والبسملة والترتيل بهدوء وبصوت منخفض في البداية، وبعدها صوته بيعلى لكن بصوت رشيد، وبيسرد الآيات بسلاسة وحرص منه واستشعار لآيات الذكر الحكيم. الشيخ محمد رفعت ابن محمود رفعت ابن محمد رفعت، فكان اسمه واسم والده وجده كلها مركبة. اتولد في حي المغربلين بالقاهرة سنة 1882، وفقد بصره وهو عمره سنتين. بدأ حفظ القرآن وعمره 5 سنين لما دخله والده كتاب بشتاك الملحق بمسجد فاضل باشا بضرب الجماميس في السيدة زينب، وكان معلمه الأول الشيخ محمد حميدة، وكمل حفظ القرآن ومجموعة من الأحاديث النبوية بعد 6 سنين شعر شيخه وقتها إنه مميز، وبدأ يرشحه لإحياء الليالي في الأماكن المجاورة القريبة، ودرس علم القراءات والتجويد لمدة 2 سنين على يد الشيخ عبد الفتاح حنيدي صاحب أعلى سند في وقته. توفي والده محمود رفعت اللي كان بيشتغل مأمور بقسم شرطة الجمالية وهو عمره 9 سنين، فوجد الطفل اليتيم نفسه مسؤول عن أسرته المؤلفة من والدته وخالته وأخته وأخوه محرم، وأصبح عائلها الوحيد بعد ما كانت النية متجهة إلى إلحاقه للدراسة في الأزهر. بدأ وهو عمره 14 سنة يحيي بعض الليالي في القاهرة بتلتير القرآن الكريم، وبعدها بقى يطلب لترتيل القرآن الكريم في مدرسة القراءة بمسجد فاضل باشا بحي السيدة زينب سنة 1918، وتعين قارئ للسورة وهو عمره 15 سنة، فبلغ شهرة ونال محبة الناس، وحرص النحاس باشا والملك فاروق على سماعه، واستمر يقرأ في المسجد حتى بعد اعتزاله من باب الوفاء للمسجد اللي شهد ميلاده في عالم القراءة من صغره. وافتتح بث الإذاعة المصرية سنة 1934، وبعد ما استفتى شيخ الأزهر محمد الأحمدي الزواهري عن جواز إذاعة القرآن فأفتى له بجواز ذلك، فافتتح الإذاعة بآية من أول سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولما سمعت الإذاعة البريطانية بي بي سي العربية صوته أرسلت إليه وطلبت منه تسجيل القرآن، فرفض ظنا منه إنه حرام لأنهم غير مسلمين، فاستفتى الإمام المراغي فشرح له الأمر وأخبره بأنه مش حرام، فسجل لهم سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهتمامه بمخارج الحروف كبير، فكان بيدي كل حرف حقه عشان يوصل المعنى الحقيقي لصدور الناس، وكان صوته جميل ورخيم ورنان، وكان بينتقل من قراءة لقراءة ببراعة وإتقان ومن غير تكلف. امتلك الشيخ محمد رفعت طاقات صوتية هائلة خلته يستطيع الانتقال بسلاسة شديدة بين المقامات في أثناء تلاوته للقرآن الكريم. مش كده بس، ده كمان امتلك القدرة على تراسل الحواس للمستمعين، فيعلم متى يبكيهم ومتى يبهجهم من خلال آيات الترغيب والترهيب في كتاب الله عز وجل. فقد أوتي مزمارا من مزامير داود، وإذا وضعنا جماليات الصوت جانبا لننتقل إلى قوة صوته، فكان قوي لدرجة أنه يستطيع من خلاله الوصول لأكثر من 3000 شخص في الأماكن المفتوحة. معظم تلاوات الشيخ محمد رفعت بمسجد فاضل باشا في القاهرة، وبيروحوا له الناس هناك للاستماع إلى تلاوته حتى الملك فاروق شخصيا، وكانت بتبث الإذاعة المصرية حفلاته من هناك،
وكان في الصيف بيتلو القرآن في جامع المرسي أبو العباس في اسكندرية، بالإضافة لتلاواته الحية على الهواء من دار الإذاعة المصرية اللي تعاقدت معاه من أول افتتاحها في رمضان. أما تسجيلاته فكانت جامعها تقريباً من تسجيل أحد أكبر محبيه، وهو زكريا باشا مهران عضو مجلس الشيوخ المصري، واللي بيعود له الفضل في حفظ تراث الشيخ رفعت اللي بنسمعه حالياً. وكان بيحب الشيخ رفعت من غير ما يشوفه، وحرص على تسجيل حفلاته اللي كانت بتذاعها الإذاعة المصرية على الهواء. ولما عرف بمرض الشيخ رفعت أسرع إلى الإذاعة وطلب من مسؤول الإذاعة عمل معاش للشيخ رفعت مدى الحياة، وبالفعل خصصت الإذاعة مبلغ 10 جنيهات معاش شهري للشيخ رفعت. ولكن الشيخ رفعت توفى قبل ما يستلمهم، وتبرعت عائلة زكريا باشا بالإسطوانات الخاصة بالشيخ رفعت عشان تتنشر، وحصل عليها ورثة الشيخ محمد رفعت بعد وفاة زكريا باشا مهران عن طريق زوجته زينب هانم مبارك. فلولا التسجيلات دي لفقد تراثه إلا من 3 تسجيلات تحتفظ بيها الإذاعة. يا خذ الكتاب بقوة الشيخ محمد رفعت كان رحيم ورقيق ومشاعره جياشة وعطوف على الفقراء والمحتاجين، حتى إنه كان بيطمن على فرسه كل يوم ويوصي بإطعامه. وفي حكاية بتقول إنه زار صديق له قبل موته فقال له صديقه: من يرعى فتاتي بعد موتي؟ فتأثر الشيخ جداً، وفي اليوم التالي والشيخ بيقرأ القرآن من سورة الضحى وعنده وصوله إلى فأما اليتيمة فلا تقهر، تذكر الفتاة وانهال في البكاء بحرارة. وبعدها خصص مبلغ من المال للفتاة لحد ما اتجوزت. وكان زاهد صوفي النزعة نقشبندي الطريقة، يميل للناس الفقراء البسطاء أكتر من مخلطة الأغنياء، وده اللي خلاه يحتفل بمناسبة لجارته الفقيرة على إنه يروح لإحياء الذكرى السنوية لوفاة الملك فؤاد والد الملك فاروق. أصابت حنجرة الشيخ محمد رفعت زغطة سنة 1943 تقطع عليه تلاوته فتوقف عن القراءة، وتسببت الزغطة في ورم في حنجرته صرف عليه كل ما يملك حتى افتقر، لكنه ما مداش ايده لحد واعتذر عن قبول المبلغ اللي اتجمع له لعلاجه على الرغم انه ما كانش يملك تكاليف العلاج. وكان جوابه كلمته المشهورة: ان قارئ القرآن لا يهان. فارق الشيخ محمد رفعت الحياة سنة 1950، وكان حلمه انه يدفن بجوار مسجد السيدة نفيسة، حتى تقرر منحه قطعة أرض بجوار المسجد فقام ببناء مدفنه عليه. وكان من عادته إنه يروح كل يوم اتنين أمام المدفن ويقرأ ما تيسر من آيات الذكر الحكيم. رحم الله الشيخ محمد رفعت اللي هيفضل موجود في ذاكرتنا بصوته الخلاب المميز اللي بيرجعنا لزمن فات بس لسه عايش جوانا.